نروح يا منا لمعبر رفح، النقطة الأهم اللي شهدت امبارح أحداث كثيرة جدا، مؤتمر صحفي رئيس الوزراء ورئيس هيئة العامة للاستعلامات، وكمان شهدت امبارح عبور حوالي 60 شاحنة مساعدات إنسانية إلى أهلنا في قطاع غزة، وأعتقد إن ده يعني تعتبر أكبر قافلة مساعدات دخلت غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي من 25 يوم إلى النهاردة. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. معانا على التليفون الأستاذ محمد ممدوح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. صباح الخير أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك معانا. أهلا وسهلا بك يا فندم وكل مشاهدينا. خلينا نعرف بقى من حضرتك آخر موقف لدخول المساعدات، وكده دخل كام قافلة من الشاحنات لإخواتنا في قطاع غزة إلى الآن؟ بالفعل زي ما حضرتك قلتي، في امبارح دخل أكبر عدد من الشاحنات بالتزامن مع المؤتمر الذي عقده السيد رئيس مجلس الوزراء وبصحبة لفيف من القيادات المصرية، من أحزاب سياسية، من إعلاميين، من منظمات مجتمع مدني. نتكلم النهارده عن اكثر من 216 شاحنه بالفعل دخلوا القطاع. اكبر عدد كان موجود امبارح، ما يقرب من 60 حوالي 59 شاحنه بالضبط دخلوا امبارح. اغلب المساعدات اللي دخلت حتى هذه اللحظه هي المساعدات الطبيه، المواد الغذائيه، المياه. بنحاول على قد ما نقدر ان يكون الاولويه للاحتياجات الحاله الموجوده داخل القطاع، مش بندخل الا اكبر كم ممكن من ما يمكن ان تسمح به سلطات الاحتلال في ظل حاله تعمد بتواجهها المساعدات المصريه. عايز اكد بس على جزء مهم جدا، وهو من معبر المصري المفتوح منذ اللحظه الاولى قوافل الاتحاد الوطني مع الاهلي التنموي، القافله الاولى التي كان قوامها يتجاوز 106 شاحنه شكلت قافله طولها 4 كيلومتر، كانت محمله بالمساعدات الغذائيه والدوائيه اكثر من 40,000 وطنيه منذ اليوم الاول، ولكن تعمد سلطات الاحتلال هي اللي منعت الدخول. الحمد لله كده القافله بالكامل اللي هي 106 شاحنه دخلت الباب من ضمن، يعني كان فاضل مجموعه من الاعضاء كانت معطله لم تدخل لركعه من سلطات الاحتلال، ولكن الحمد لله دخلت كده. عجبان العدد زي ما قلت لحضرتك، احنا بنحاول ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه العدد يزيد. يوجد هناك بجوار معبر رفح ما يقرب من 500 شاحنه، في اكثر من 60 حموله طائره موجودين في مطار العريش، ولكن في خطوات التفتيش التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاصرار على ان بعض العبور من معبر رفح يوجه منفذ خروجه ثم الجانب الاسرائيلي لمعبر سانتا عشان يتم التفتيش. اكثر من 100 كيلو متر بتقطعها الشاحنات، 50 كيلو متر رايح 50 كيلو متر للعوده، وانا مش عايز اقول لحضرتك ان في كمان عربات بتعود لاسباب تافهه جدا، يعني سلطات الاحتلال بتاكد على ان التفتيش يجب ان يتم بصوره معينه، التعبئه بصوره اخرى. كان في بطء متعمد، كان في بطء متعمد في التفتيش، وده اللي اشار اليه الاستاذ ضياء رشوان امبارح. من الارقام والاحصائيات استاذ ممدوح، يعني استاذ ضياء اكد امبارح انه من اول يوم حتى الامس او وقت انعقاد المؤتمر الصحفي عند معبر رفح عبرت 250 شاحنه، وانه المعبر او قطاع غزه بيحتاج يوميا 500 شاحنه. احنا طبعا بنسابق الزمن، بنسابق الزمن عشان ندخل اكبر قدر من المساعدات. بالفعل يا فندم زي ما حضرتك بتقول، احنا يعني حضرتك يعني اي حد يجيب كمان الفيديوهات الخاصه بالطيارات والشاحنات اللي دخلت، احنا بنحمل الشاحنه بتاعت تحملتها عشان نحاول يعني نضغط شويه من عدد الطيارات اللي بيدخل داخل القطاع يكون محمل باكبر كم ممكن من الاحتياجات. بظن التعمد الاول كان في ايام لم يسمح لي بادخال سوى ب 20 طياره، وايام اخرى دخل 10 شاحنات بس زي الجمعه 28 اكتوبر، ايام ثانيه فيها 47، ما يوم 3/24 على سبيل المثال تم سماح بدخول 8 شاحنات فقط. يعني احنا بنتكلم ان في ايام بيكون فيها تعنت كامل في دخول عدد الشاحنات. عايز اكد بس على نقطه، اتفضل. الشاحنات اللي حضراتكم بتشوفوها بتجري بمجموعه طويله من المراحل، يعني في عربيات اتفرغت حمولتها اكثر من 3-4 مرات عشان خاطر ان انت تلتزم في الاجراءات. احنا وسلطات الاحتلال لضمان عدم عوده العربات مره اخرى، وايضا ان تكون هذه العربات محمله بالاحتياجات المطلوبه من الجانب الاخر. احنا بننطق الجانب الاخر مع الهلال الاحمر الفلسطيني،
الفلسطيني صحيح. مع الأونروا. وفي في حالة تنسيق مستمر طبعا مع الهلال الأحمر الفلسطيني، ورغم كل المعوقات اللي حضرتك قلتها لنا إلا أن في إصرار لكل المتطوعين الموجودين هناك أن هم يدخلوا هذه المساعدات وأن هم يخففوا من المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة. نشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد ممدوح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.